مساء الخير عليكم. Salut tout le monde, bonjour. مساء الخير. عدنا بعد عودة الانترنت. راح نستناو إكرام عيس طيب الجزائرية تنضم لنا في اللايف باش نبداو مع بعض. جات إكرام، مرحبا بك إكرام، بونجور. السلام عليكم مجدة، واش راكي؟ نقولوا صباح الخير عندك في الماريكان. راني لو ميم تايم زون تاعكم باسكو راني في اوروبا بور لو مومون. كيفاش؟ راني كيما الجزائر بريسك في التوقيت، راهي انا 8 تاع اللي راني متواجدة في بلد اوروبي حاليا، دونك راهي بريسك داكور. رانا نفس التوقيت. كيفاش الأحوال إكرام؟ الحمد لله، وانتي واش راكي؟ والله لا بأس الحمد لله. بارلي كوبور دانترنت صباح. تيماجين. وي اليوم وي، خلينا نرحب سعد ميم بمشاهدينا مشاهدي ومتابعي إذاعة صوت المرأة على انستغرام، وكل اللي التحقوا بنا الآن. رانا في حوار مع الطيبة الجزائرية إكرام معيس من ولاية معسكر الجزائرية. تحياتنا لكل أهل معسكر. أكيد إكرام متخرجة من جامعة هارفارد الأمريكية. اليوم عندنا مجموعة من الأسئلة راح نطرحوها عليها، وانتم تاني إذا عندكم أسئلة خليوهم في لي كومنتير وأكيد راح نجاوبكم عليهم، وإكرام تاني راح تجاوبكم على الأسئلة. إكرام، أول سؤال يتبادر للذهن، كيفاش جاتك الفرصة باش رحتي لجامعة هارفارد الأمريكية وللدراسة في أمريكا، وهذه الجامعة اللي أكيد جامعة كبيرة وعندها صيت كبير؟ شكرا مجدة، أولا نشكرك ونشكر راديو فوا دي فام على هذه الانفيتاسيون. بالنسبة لي هو شرف كبير به نكون معكم اليوم وبه نحكي مع الجزائريين والأشخاص اللي حابين يعني تكون عندهم فرصة مماثلة ولا به يروحوا يخرجوا يطوروا من مهاراتهم به يفيدوا الجزائر. دونك انا ملي كنت صغيره، ملي كان عندي 4 سنين نقل، ملي كنت في الدار كنا نتفرجوا يعني النشره الاخباريه، مورا كي تكمل النشره نجيب لابغوص تاع الشعر نطلع فوق العتاب ونبقى نحكي لاهلنا لازم نديروا تغيير في الجزائر، لازم يكون تغيير في الحاله الاجتماعيه تاع المراه، لازم يكون كاين حقوق الانسان. دونك في عمر 4 سنين تقولي كيف واحد يجو هاد الأفكار، كنت نشوف يعني كان في نوع من التهميش ضد المرأة في الجزائر، وهذا الشيء خلاني نحس باللي لازم يكون كاين نوع ما تغيير في بلادنا. دونك تخرجت من قريت أنا فيسيك، قريت كامل الأطوار الدراسية تاعي الابتدائي يعني المتوسط والثانوي قريتهم فيسيك، خديت الباك تاعي فيسيك، ومن بعد طلعت قريت في بهران في جامعة محمد بن حمد II اللي ينادوا لها جامعة بلقايد، قريت حقوق والتخصص تاعي كان قانون عام. ومن بعد في هذيك لابيريود اللي كنت نقرا فيها في بلقايد شاركت في برنامج المابي اللي هو برنامج لتطوير يعني المواطنة والريادة والسوشيال انتربرينورشيب اللي هي المقاولة الاجتماعية، وهذا البروغرام عاوني بزاف باش نطور مهاراتي في هذا المجال. وبقيت نقول مازال خصني حاجه، صبغي قريت في امريكا وكانت اول تجربه ليا في جامعه ديلاور عن طريق المابي، وهذاك ساعدني بزاف شخصيا وعمليا في حياتي. لكن بقيت نقول لازم نقرا حاجه تتعلق بالقانون في امريكا، لازم نوسع من المجال تاع الخدمه تاعي ومجال تاع يعني الرصيد المعرفي تاعي في مجال القانون. ويعني التجربة تاعي في الجزائر كانت رائعة، درسوني من يعني أفضل الأساتذة في مجال القانون في الجزائر، بصح كنت دائما باغي نزيد اكثر وسوس كاين اكثر من هاك. دونك حكيت مع استاذه تاعي في جامعه ديلاور، سقسيتها قلت لها كيفاش نقدر نطور من روحي في مجال القانون، قالت لي يو هاف تو ابلاي تو هارفارد. قلت لها هارفارد ما راحش تقبلني، قلت لها امبوسيبل. قالت لي السي اس كيما نقولوا احنا سي زهرك وروحي انت يو لوك لايك ا هارفارد ماتيريال. قلت لها تو اكزاجير للبروف تاعي. من بعد بعت لابليكاسيون تاعي ويعني تخدمت فيها، لانها يعني القبول في جامعه هارفارد هو قليل بزاف، عندهم نسبه قبول قليله للطلبه، وكان يعني المشوار وصلت ما صعب.
لكن الحمد لله قبلوني يعني من المرة الأولى اللي جربت فيها، وما كانش كاين عندي حتى مشكل، وكنت يعني إذا أنت قدمتي طلب لجامعة هارفارد فيا ميبي ولا بطلب وحده؟ لا وحده قلت لك. المابي ساعدني به، اكتسبت يعني مهارات في الريادة الاجتماعية والمواطنة والمقاولة، فيما يخص المقاولة. دونك هذيك ساعدتني في عمليا في المشوار العملي تاعي في الجزائر، وثقافيا لانها اول فرصه كانت لي باش نتعرف على ثقافه امريكان، كيف الناس تعيش في امريكان، ولا الكوريكولا تاعهم يعني البرنامج الدراسي تاعهم كيف داير. يعني هذه كانت اول فرصه اني نشوف الدراسه ولا العيش في امريكا كيف كان. لكن الابليكاسيون تاعي لهارفارد كانت مستقله تماما على المابي، يعني تمام، يعني خاطئ كما نقولوا. دونك احكي لنا قبل ما تكملي، احكي لنا كيفاش كي جاك الرد من هافا، كيفاش كان احساسك؟ انا كنت في المانيا هذاك الوقت، كنت نعمل في براكتيكوم اللي هو يعني ستاج تدريب مهني، وكنت بعيدة على اهلي، وكنت في الخدمة، يعني كانت 10 تاع الصباح كنت في الخدمة. حليت الايميل تاعي الانبوكس، كان عندي ايميل تاع خدمه وكان عندي ايميل بيرسونيل، دونك ايميل بيرسونيل تاعي ما كنتش ندخل له بزاف. والرد تاع هارفارد كان جاني في الليل، الليله اللي قدام اللي حليت، وما شفتهاش باسكو سيتي ما كنتش ندخل بزاف. ومن بعد قريت هارفارد يونيفرسيتي، دي سنت يو ان ايميل، وهما ما يبحثولكش القبول ولا الرفض في هذاك الايميل، يبحثوك لسيت واحد اخر، وهذاك السيت تدخلي لي زانفورماسيون تاعك، ومن بعد تخرج لك لا لتر. دونك دخلت لي زانفورماسيون تاعي، وبقيت نشوف لي كوليك تاعي، قلت لهم راني خايفه مانيش باغي نقرا، جاتني رساله من هارفارد مي مانيش حابه نقرا واش هم كاتبين فيها. من بعد كامل وقفوا معايا، واحد صافي كاتر كوليك وقفوا مورايا وانا نشوف البيسي، وحليت. وبعد البرومي مو سيتي كونغراتوليشنز، ويعني مبروك، وتم اختيارك من قبل يعني الاف المترشحين اللي بعتوا الابليكاسيون تاعهم للجامعه، وراح تكون يعني دفعة مميزة لأن فيها طلبة دوليين، وأنت واحدة من الطلبة الدوليين اللي خيرناهم. يعني الشعور لا يوصف، الحمد لله. نتمنى أن الجزائريين بزاف يحسوا بهذاك الإحساس إن شاء الله يوما ما، لكن يعني كان بالنسبة لي إنجاز كبير أني وصلتني هذه الرسالة منهم. حكينا على الكورسوس الدراسة في هارفارد، كيفاش حكينا عليها؟ دونك الدراسة في هارفارد كانت يعني حاجة جديدة مغايرة، لأنهم كي تتوقع يعني هارفارد يعني راح يكونوا ما عندهمش المام ستيل تاع التعليم كما عندنا في الجزائر. يعني التعليم الأكاديمي عندهم في هارفارد مغاير تماما على التعليم تاع الجزائر. اللي بروف يمدونا ملخص، ماشي ملخصات، يعني كتب دي شابيتر من كتاب، واحيانا في النهار كنت نقرا واحد 600 حتى ال 500 ورقه في النهار برك على موديول واحد. دونك سي عادي جدا ان البروف يبعث لك 600 700 ورقه يقول لك وجديها للحصه تاع غدوه. يعني ما كانش كاين ويكاند، ما كانش هذاك الوقت تاع الحشيه هذاك فارغ، دائما في المكتبه، دائما نقرا، دائما نحوس نعرف لي بوان اللي بوتيتر راح يسقسينا عليهم البروف غدوه. وكاين الكونسبت تاع كولد كولينغ، انك ماشي كيما في الجزء عندك اكسبوزي في التي دي توجدي له عندك 2 سيمان ولا 3 سيمان، قال فوالا مجدة عندك لا بروشين فوا انت راح ديري اكسبوزي عندك تي دي ماشا، ماشي كيما هكا. في هارفارد خاصك كل يوم توجدي 600 باج على الاقل لهذاك لو كور، وتروحي بيان بخيت وتعرفي القضيه اللي راكي شدتها في يدك، يعني تمام المعرفه، واش قال الماجستخا، واش كان الرد تاع المشرع، واش كان يعني كامل المناقشات اللي دارت بيناتهم، ولازم يكون عندك رأي شخصي حول القضية. ومن بعد قادر يسقسيك لو بروف على واش قريتي، ولا قادر ما يسقسيكش، يعني تبقى هو بينه. بس كل قسم احيانا يكون فيه واحد 200 طالب، يعني ما راحش يفوت على 200 طالب في ساعة ونص ولا ساعتين تاع حصة، بصح احتمال كبير انه يجبدك في المناقشه. والحمد لله يعني كنت نوجد دائما، وكنت من اوائل الطلبه في الدفعه تاعي. اما فيما يخص يعني العادات والتقاليد، هذا الشيء اللي كنت
سقسي عليه تاني أحب مثلا. قبل ما نروح قبل ما نسقسي على العادات الثقلية، شحال من سنة درستي في الكورسيس تاعك، وهل القوانين ممكن القانون الأمريكي مع القانون الجزائري أوجه الاختلاف أوجه التشابه؟ ايه دونك قريت 4 سنين، قولي في قولي 5 سنين في الجزائر تاع قانون، قريت 3 زون تاع لا ليسونس، ومن بعد 2 زون تاع ماستر. من ماستر ما كملتهاش لانه كان عندي ظروف شخصيه ما خلتنيش نكمل هذاك الماستر، وانقبلت في نفس الوقت في جامعه هارفارد، دونك ما جافي با لوكازيون باش نكمله. دونك نجمي تقولي 4 سنين تامه قريتها في الجزائر، تخصص قانون عام وقانون اداري. أما فيما يخص القوانين تاع أمريكا مختلفة تماما عن القانون الجزائري، لأنه هو نظام فيدرالي. أول شيء إحنا نظام برلماني وجمهوري رئاسي، يعني مختلف. هذا يعني وجهة المقارنة بين البلدين. لكن أنا التخصص تاعي ما كانش القانون الأمريكي، كان القانون الدولي، قانون دستوري وحقوق الإنسان. وتخصص قانون الدستوري يعني اكزاكتومون كان قانون دستوري مقارن، يعني دساتير عدة دول عبر العالم. وتما كي خرجت منهم دونك il me considère comme experte في القانون الدستوري، قانون دولي إنسان. إكرام، حبينا نسقسيو على العيش في بلد مختلف عن الجزائر، في العادات، في التقاليد، في الذهنيات، كيفاش قدرت إكرام تتأقلم في أمريكا؟ شكرا شكرا جزيلا على السؤال مجدة. يعني العيش في أمريكا هذه ما كانش أول فرصة لي به نسافر ولا به نعيش في أمريكا. أول مرة رحت لأمريكا كانت في 2015، كنت صغيرة، كان عندي تقريبا 20 سنة، ودرست في جامعة ديلاوير، وكان أول سفر لي وحدي خارج البلد، خارج الجزائر. والجامعات الأمريكية، عشت كذلك في ألمانيا، عشت في هولندا، ويعني أغلب الوقت كان في أمريكا طبعا. لكن يعني الجامعات الأمريكية فيها حاجة مختلفة على الجامعات عبر العالم، لأنه الشعب متفتح جدا على الديانات المغايرة. نتذكر من كنا في جامعة دلاور، احنا كنا كطلبة دوليين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كامل الناس كانت صايمة. دونك ليل 27 كيما نقولوا احنا، داونا للجامع، صلينا وتعشينا في الجامع. كانت بالنسبة لي شفت كيفاه الشعب الأمريكي يحترم الديانات والثقافات تاع الشعب الآخر. يعني تلبسي حجاب، تلبس عباية، ما يهمش، يهمهم واش نجم تقدم منهم، ما يهمهمش اللبس، ما يهمهمش الأفكار المغايرة، لكن واش بنادم ينجم يقدم من هذاك البلاد. دونك كانت يعني تجربة رائعة من الشعور بالانتماء، يخلوك تحس بلي أنك عضو من المجتمع تاعهم. وهذه ماشي دول بزاف يخلوك تحس بهذا الانتماء. هذا أول شيء. تاني شيء، أول أسبوع لي في هارفارد لو سكول، في الجامعة تاع هارفارد، كان الطلبة اللي كانوا معايا ايزيتي كيوريو، عندهم نوع من الفضول، طلبة دوليين ولا طلبة أمريكان، كانوا يجوا يقولوا لي إكرام احكي لنا على الجزائر، احكي لنا على الثقافة تاعكم، احكي لنا على التقاليد. وكانت أسئلة يعني بزاف. قلت لهم واش راح ندير لكم، رايحة نعرض عليكم ان فيلم تاع الجزائر، لازم كامل تجوا تحضروا وتتفرجوه. دونك سيتي لا بروميير سيمين، اول اسبوع ليا في الجامعه، جبت لهم الفيلم تاع لا باتاي دالجي، معركه الجزائر، اللي يحكي على تاريخ الجزائر والاستعمار الفرنسي وكفاح الجزائريين من اجل الاستقلال. وعرضت لهم لو فيلم، ومن بعد المناقشه كانت 4 سوايع، 4 سوايع وما ملوش. انا قلت سي بون، نص ساعه غادي كامل، سي بون، كل واحد يروح لداره ولا يروح يشوف واش عنده. لو فيلم خبرينا على الجزائر، كيفاه الهيستواغ تاعها، يعني شعب عظيم، التفتح الثقافي، يعني في نوع من التنوع بين الشعوب في الجزائر. كانوا حابين يعرفوا كامل الهيستواغ تاع الجزائر وكيفاه عايشين، والتنوع الاجتماعي والثقافي. وهذه فرحتني بزاف وخلتني نحس بالانتماء، وان عندي كذلك مسؤولية باه نمثل بلادي أكيد تحسي بالانتماء، لكن في نفس الوقت تحسي بهذاك الواجب المسؤولية أنه نعرف بلادي، مادام كان هذاك لو مونك تاع المعلومات ما كانش على بلادنا، فتحسي بالمسؤولية أيضا. طبعا، يعني مسؤولية كبيرة، بس لازم تعطيهم يعني أفضل صورة على الجزائر، بس لخط صحيح
بتاتخ هذيك هي الفرصة الوحيدة ليهم اللي غادي يعرفوا على الجزائر. ومدى بيا انا مادامهم حب يعرف هذا الانسان ولا هذا الطالب اللي هما قضاة ومشرعين وسياسيين، يعني من نخبة الطلبة في بلادهم، هذول الممثلين القانونيين في بلادهم، مادا بيا ياخذوا أفضل صورة على الجزائر كي يروح للبلاده. صحيح. الجزائر فوالا شعب مكافح، شعب قوي، عندهم تنوع ثقافي، عندهم احترام للأديان، كامل هذه الأشياء البوزيتيف لازم يديها معاه وياخذها كي يروح لبلاده، باه تبقى هذيك العلاقات الصداقة، علاقات جيدة مع البلدين. اكرمتم تكريمك من طرف جامعة هارفارد بجائزة المواطنة والريادة، احكينا شوية على هذه الجائزة وكيفاش يتحصل عليها أي طالب في جامعة هارفارد يعني. شكرا نجدة على السؤال. دونك صح، تم تكريمي العام اللي فات من الجامعة تاع هارفارد، كانت اسمها الأورد فرانك أستريك هايمر أورد فور سيتيزنشيب. دي هي كانت يعني جائزة على المواطنة والريادة الاجتماعية. وبصراحة هي هاد الجائزة كيف يتحصل عليها واحد؟ فيها دو زيتاب. المرحلة الأولى أنه الجامعة تبعت فورميلار للطلبة تقول لهم رشحوا واحد منكم. والمرحلة الثانية هي أن الأساتذة يخيروا هذا الشخص. دونك حنا كي بحثونا هذا الفورميلار، أنا ما قلت، ما طمحت فيها والله، ما طمحت فيها، قلت خيرت واحد كان يقرا معنا أمريكي من أصول أفريقية، قلت علاش لا، يخدم وإلي اكتيف وان شاء الله نشوفه انجور في مجلس الشيوخ تاعهم، ولا يعني كنت نشوف فيه راح يروح بعيد. رشحته، قلت لهم فوالا فوالا علاش راني مرشحاته، ورحت كملت خدمتي، كملت هذيك 600 باج لان كل يوم به نقروها. ومن بعد كنا في رمضان، كنت صايمه نعقل عليها، وكان عندي اكزامان الغدوه، دونك كنت نحفظ، كان عندي حفاظ بزاف، مام با ما كنتش نشوف لي زيميل، باسكو هما دايما يبعثوا لنا دي زيميل، ما كنتش نقرا في لي زيميل تاعهم، كان عندي حفاظه. من بعد يدخل لي ان ايميل من البيرو تاع الدوايان، واش درت؟ حسبت روحي كاش ما درت. What happened? What happened؟ وبه العماد تبعت لك ايميل، you know it scares you، تخوفك، واش درت؟ دونك العميده تاع الجامعه بعثت لي ايميل وقالت لي اكرام مبروك، راكي ربحتي جائزه المواطنه والرياده اللي تقدمها الجامعه هارفارد لطالب واحد. دونك كنت اول عربيه اللي داتها، واول وحده يعني من الماستر، سوري، من الماجستير اللي مدوا لهم هذا التكريم. حسيت يعني احساس ما نجمش نوصفه، كان شعور بالفخر وشعور بالاحترام يعني للاساتذه اللي خيروني، والسبب هو اللي خيروني عليه هو العمل تاعي اللي عملته في خلال المشوار الدراسي. Donc tu as accompli la mission. الحمد لله، يعني بفضل ربي كما نقولوا. التكريم كان على العمل اللي خدمته في وسط الجامعه، من يعني تمثيل الموكلين تاعي. ما نجمش ندخل لك في لي ديتاي باسكو مهنه المحاماه فيها بين يعني الاشخاص القانونيين اللي مثلتهم، وهاد الاشخاص مثلتهم امام هيئه دوليه، والحمد لله قدرت نجيب لهم حقوقهم، وعملت عده اشياء تطوعيه في الجامعه، والجامعه يعني كانت ممتنه اني هذيك لا فالور في لا كوميونيتي تاع هارفارد. إكرام، الحلم نتاعك أنك تصبحي قاضية في المحكمة الدستورية الجزائرية، حكينا على هذا الحلم من قبل، يعني هذا الحلم اللي ممكن احنا في الجزائر في العدالة هي أكثر نقول شوية مريضة، فالحلم نتاعك أنك تكوني في المحكمة الدستورية شيء نبيل، حكينا شوية عليه. شكرا مجدة على السؤال، يعني أسئلة في القمة دائما. ويبقى الحلم حلما كما نقوله. لكن بما أن كان تخصص تاعي قانون دستوري ودساتير مقارنة، أخذت تجربة كبيرة في هذا المجال في جامعة هارفارد، ومن يعني أفضل الأساتذة والموجهين والقضاة عبر العالم، لأنه كذلك درت مقابلة مع قاضية في المحكمة العليا الكندية، واستفدت بزاف من التجربة تاعها، وكانت إنسانة متواضعة بزاف، وحكات معايا بالك ساعة ونص وهي تحكي معايا، والمقابلة عرضناها على كامل الطلبة. يعني التجربة اللي خديتها في هارفارد
من الناحية القانونية ومن الناحية الدستورية تجربة مليحة، مادا بيا نوفرها في الجزائر، ومادا بيا يعني المنظومة القانونية في الجزائر تستفاد من هذه التجربة تاعي ولو مجانا. يعني أنا مانيش ندير في هذا الشيء لطمعي بمقابل، أنا مادا بيا نشوف بلادي تكون من أفضل البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث المنظومة القانونية ومن حيث العدالة الاجتماعية، ويقولوا الجزائر مثال فيما يخص التطوير القانوني ويعني مواكبة القوانين الدولية والحقوق الإنسان فيما يخص الدساتير. يعني ويبقى الحلم حلما، لكن إن شاء الله ولو مجانا يعني قادرة نوظف المعارف تاعي والمكتسبات تاعي باه نطوروا البلاد، وإن شاء الله نوصلوا لهذا الأوبجيكتيف يا رب إن شاء الله. كاين كومونتير قال لك why coming back to Algeria for such a dream while you can be a successful judge or lawyer in US. جاوبي. نجاوبوا طبعا، نجاوبوا. الجزائر بلادي وتبقى بلاد نحتز به ونحتز بالانتماء للجزائر، وبويسك احنا ماذا بيا انا نشوف بلادنا كما قلت تكون من افضل البلدان اللي يقتدى بها من الناحيه القانونيه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، يعني في ناحيه الشرق الاوسط وشمال افريقيا كما بريسك عندنا نفس المنظومه القانونيه نوعا ما. دونك اذا كانت الجزائر نوع مثال نموذج يقتدى به، يعني راح نشوفوا تطور في كامل لا ريجون وتطورات كامل اللي تصير في المنطقه تاثر على الجزائر. وعلاه راني باغي نولي، لانه دائما الناحيه القانونيه عندها علاقه مع الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه المستوى المعيشي في الجزائر. يعني ماذا اعني بذلك؟ يعني اذا قدرنا نطوروا من المنظومه القانونيه في الجزائر اوتوماتيكمون رايحين نوفروا مستوى عيش افضل للمواطن الجزائري من الناحية الاقتصادية الاجتماعية والسياسية والثقافية. يعني كامل هذه المجالات راح يتطوروا إذا طورنا القانون الجزائري. إكرام، شفنا الدعم الوالدين ليك، تنقلوا مؤخرا باش حضروا معك حفلة التخرج تاعك من جامعة هارفارد، وش يمثل لك هذا الدعم؟ يعني الدعم صراحة كان شيء كبير بالنسبة لي، أنهم جاوا من سيق اللي هي مدينة صغيرة غرب الجزائر في ولاية معسكر، سافروا حتى لألجي الجزائر العاصمة، ومن بعد الجزائر العاصمة تاني انتقلوا داروا إسكال في أوروبا، ومن بعد جاو ديريكتومون بوسطن. واحد 14 ساعة تاع 15 ساعة تاع فول غير في الطريق، ووالدي كبار كيما شفتوهم. دونك كان فخر كبير بالنسبة لي أنهم قدروا يوصلوا وقدروا يتحملوا هذا السفر باه يجوا يشوفوني، وراني فرحانة لأنه احنا في العائلة في الأسرة تاعنا والدي ما كانش عندهم الفرصة باه يقروا. بويا زاد في وقت الاستعمار الفرنسي، يعني زاد في الحرب، وبدا يخدم، كان عنده 7 سنين بدا يخدم على روحه وعلى والديه، كان عنده 7 سنين ما قراش، ما كانش عنده حتى فرصة باه يدخل المدرسة ولا يتعلم الكتابة ولا يتعلم الحروف. والوالدة تاعي نفس الشيء نوعا ما، زادت تاني في الحرب، بصح زادت يعني كنا باغيين نخرجوا من الفترة الاستعمارية. والعائلة الجزائرية كان عندها هذيك الفكرة تاع المرأة ما تقراش خصها تقعد في الدار نزوجوها. دونك كي كبرت والديا كانوا دائما يشجعوا فيها باه نقرا باه نتعلم، رغم انهم ما قراوش لانه الفرصة ما كانتش متاحة ليهم، يعني العادات نوعا ما كانت شوية يعني مزيرة ما خلاتهمش يوصلوا للأوبجيكتيف تاعهم، سيختو الوالدة تاعي. دونك كان إنجاز كبير بالنسبة لهم أنهم يشوفوا يعني أول جيل في الأسرة تاعنا، أنا وخواتاتي الثاني يتخرجوا من الجامعة، وأنها تكون جامعة هارفارد كان بالنسبة لهم فخر كبير، وبغاو يحضروا يعني إيزون إنسيستي باه يجوا يحضروا الحفل التخرج. والحمد لله ربي يوفقني باه أورغانيزيت كامل الفواياج تاعهم من الفول، وقدرت نجيبهم حتى لعندي الحمد لله يا رب. كاين تعليقات يسقسوا على كيفاش دخلتي لجامعة هارفارد، يقدروا يشوفوا اللايف من بدايته ويشوفوا كيفاش دخلت إكرام من جامعة هارفارد. إكرام، وش هي الخطوة المستقبلية نتاعك إن شاء الله؟ الخطوات المستقبلية تاعي إن شاء الله الأوبجيكتيف تاعي حابة ندير تغيير فيما يخص وضعية المرأة في الجزائر، لأنه أنا كنت ضحية عنف منزلي وعانيت من التهميش بزاف فقط لأني امرأة،
وقدرت نخرج روحي منها، لكن على بالي باللي كاين نساء بزاف ما يقدروش يديروا نفس الشيء لظروف مختلفة، وسيت ان ريسك في نفس الأمر أنها تاخذ أي إجراء باه تسلك روحها من العنف المنزلي، ولا قادر ضحية العنف المنزلي يكون رجل تاني ماشي غير المرأة، لكن المرأة في الجزائر تعاني منه بشكل كبير. دونك الهدف تاعي أني نحدث تغيير فيما يخص المستوى المعيشي للمرأة، وأني نحاول به نساعد النساء باش يتضمنوا عيش سليم. والمرأة في الجزائر تصرخ تصرخ صرخا عظيما في كل المدن، ما نسمعوهاش لأنها تصرخ في لي فيلاج، في المدن الكبيرة ولا المدن الصغيرة، والناس ما تسمعهاش. والسبب أن ما نسمعوهاش لأنها ما كانش طرق الدعم للمرأة به تحكي على العنف اللي راه صار لها. من الأسباب هي الشيمينغ، يعني الناس ما راحش تقبل هذاك انها المرأة تشتكي على واش راهي عايشة من عنف، سواء كان في العمل ولا في المنزل ولا في المجتمع برا. نسمعوا بزاف على حوادث قتل النساء، دونك هذه راهي آفة اجتماعية، ونادي كذلك السلطات أنها تلتفت لهذا الموضوع لأنه موضوع جد حساس. وتبقى المرأة، ما نحبش نقول فيكتيم لأنه victimization is not good، تبقى عضو حساس في المجتمع، مازال خص بزاف صوالح نديروهم باش نطوروا من وضعية عيش المرأة. وكذلك يعني أنا مستعدة كما قلت لك نقدم أي دعم الدولة الجزائرية فيما يخص تطوير الحالة الاجتماعية والحالة القانونية بالضبط اللي عايش المرأة. ومدى بيا نشوف كما قلت لك الجزائر من الدول اللي يقتدى بها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والعنف ضد المرأة ما راهش غير في الجزائر، راه في كامل المنطقة تاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن إذا احنا بدينا نديروا التغيير الدول الأخرى يمكن أن تقتدي بهذا التغيير. وماذا بيا نشوف بنات بلادي وولاد وولادي عايشين بأمان وسلام، ونقدروا نزيدوا ونطوروا من الجزائر ونطوروا من المجتمع تاعنا وليس العكس. إن شاء الله المرة الجاية نشوفكم معنا في الجزائر إكرام، تحضري تكوني في استوديو إذاعة صوت المرأة، نتلاقاو بيك وعلاش لا يتلاقاو بيك كل الناس اللي يحبوا يشوفوك أكيد طبعا. سعيدة جدا بلقائك اليوم إكرام، كان عندي بزاف أسئلة في راسي، وبتدخ كاين في التعليقات العديد من الأسئلة، إذا قدرتي تشوفي اللايف من بعد وتطلعي على التعليقات. كلمة أخيرة للمرأة الجزائرية، لكل الطلبة اللي يحبوا يدرسوا في الخارج ربما، أعطي لهم أمل. شكرا جزيلا أول شيء مجدة وإذاعة صوت المرأة الجزائرية على هذا الانفيتاسيون. أنا سي لونيغ بوغ موا، وشرف كبير لي أني نكون معكم اليوم ونكون حاضرة مع الحضور تاعنا. دونك كلمة أخيرة هي أنه للطلبة الجزائريين اللي يحبوا يدرسوا في الخارج، لازم دايما تقصي روحك على شايل الحاجة اللي أنت شغوف بها، يعني وراه الشغف تاعك. إذا أسكو قادر تخدم في هذيك الحاجة بدون مقابل، هذاك هو الشغف تاعك. يعني واحد لازم يطرح على روحه هذا السؤال، لأنه إذا كان دائما الأوبجيكتيف مادي من الشيء اللي رانا حابين نديروه، يمكن تكون فيه صعوبات كبيرة باه نوصل لهذاك الأوبجيكتيف. مي إذا قدرنا نديروها بدون مقابل هذا أمر جيد جدا. ونتمنى لهم يعني فرص سعيده، ونتمنى لهم ان التجربه تكون فادتهم نوعا ما به تعطيهم فكره على الدراسه في الخارج. وكلمه اخيره للمراه في الجزائر، لازم تعرف المراه في الجزائر باللي ما راهيش وحدها، ورغم ان رانا بعاد الا ان الدعم دائما يكون متوفر لها. وان شاء الله ربي يوفقني، عندي اقتراحات بزاف، مخططات يعني تشريعية ولا قانونية فيما يخص تغيير جذري نوعية المعيشة تاع المرأة في الجزائر. إن شاء الله تكون لي فرصة باه نقدر نقدم هذا الشيء للجزائر، ونقدروا اليد في اليد نطوروا الوضع الاجتماعي والقانوني للمرأة في الجزائر إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله كرام نشوف من المشرعات اللي يحطوا قوانين للحد من العنف ضد المرأة، التحرش، القتل، والعديد من الانتهاكات اللي تكون في الجزائر ضد المرأة أكيد. شكرا لك إكرام على حضورك، وشكرا على كل متابعيك اللي كانوا معنا اليوم في اللايف، وعلى كل متابعي إذاعة صوت المرأة. راح نحفظوا اللايف وتقدروا تبارتاجيوه وتعودوا تشوفوه. شكرا لك إكرام.
مع السلامة. بون جورني، تهلاي في روحك. ميرسي، شكرا.